اوكي. فمثل ما تلاحظون هاي بالوضعيه القديمه انه كانت الاي على اي والبي على البي والسي على السي. انا احتاج اعمل قطع بالدائره، فايش راح اسوي؟ راح اخذ طرف البي اربطه على الاميتر اللي يقيس تعاطي التيار الاي بي، نستخدم هذا ونربط الطرف الثاني نربطه هنا. فايش راح يصير؟ كانما انا سويت حاليا قطع بالدائره، كانما سويت قطع بالدائره. فراح اشغل حاليا، راح يطلع عندي قياس تيار الاي بي اللي هو مثل ما تلاحظون هنا 7.6، هذا تيار الاي بي، سويت قطع بالدائره. بعد شويه راح استخدم نفس الفكره. هذا ما يخص الدي سي اناليسيس، وجدت قيمه اي سي، وجدت قيمه اي اي، وجدت قيمه الاي بي، وجدنا قيمه ال شو يسموها تيار الاي بي. نجي اخر مطلب عندنا بالدي سي اناليسيس هو قياس الفي بي اي. مثل ما تلاحظون هذه البي، ولازم تكون الاي وين؟ لازم تكون اي على الطرف موجوده. فراح هاي شويه ارفعها، ممكن اربطها. فمثل ما تلاحظون عندي طلعت 0.67، هاي الفي بي اي. هذا كل ما يخص الدي سي اناليسيس. نجي على فقره الثانيه اللي هي الاي سي اناليسيس. فبكل بساطه راح اطفي البورد، راح ابدي ادخل اشاره جيبيه حتى نشوف تكبيرها من الاوتبوت مال فانكشن جنريتر. راح نربطها وين؟ هذا راح ارجع مثل ما كان حتى لا يصير عندي مشاكل. زين، هذا راح ارجع المقاومه، ما نغير المقاومه اللي كنا ثبتنا الكيو بوينت بالدي سي اناليسيس. راح نجي نربط الاشاره الجيبيه من الاوتبوت، نربطها على التي بي 1 اللي هي الان مالتي مصدر الادخال. وراح نجي نربط، نحتاج الى واير ثاني اللي هو الاوتبوت الجراوند، نحتاج نربطها الى الجراوند. هسه حاليا الدائره ما تتغذى باشاره جيبيه، نحتاج بالها اثناء شنو؟ لازم نجيب اوسيلوسكوب، لازم نجيب اوسيلوسكوب. فراح نربط اوسيلوسكوب على طرف الادخال، اوسيلوسكوب على طرف الاخراج. نربط البروب الاول، هذا راح اخليه على الادخال، وهذا لازم يحتاج اكيد الى جراوند، راح نربطه الى جراوند. زين، هذا جراوند واحد ما احتاج ازيد، مثلا نربطه هنا الجراوند. هذا الشانل الاولى. الشانل الثانيه نحتاج الى الشانل الثانيه، نحتاج الى نربط لها بروب، وراح نربطه مثلا على الاوتبوت. زين، هسه راح نشغل البورد بعد ما ربطنا الاشاره الجيبيه. تطلع عندي الاوسيلوسكوب هذا الشكل. فراح انا شو اسوي؟ راح انا ادوس الاوتو سيت حتى هو يختار لي افضل اشاره. مثل ما تلاحظون اللي باللون الاحمر هي اشاره داخله، واللي باللون الاصفر اشاره خارجه، وهم اثنيناتهم في نفس الطاوله اللي كون انا ما عندي فيس شيفت. فراح نبدي احنا نزيد الى حيث يكون ماكو قطع، مثل ما نسوي كل مره، الى ان تكون اشاره الاخراج الصفراء ما بها قطع. احنا لي حد الان شوف هسه بدا يصير عندي قطع بالاعلى، فراح شويه هذا اشوف القطع صار. احنا راح نقلل طبيعي، راح نغير بالامبليتيود، راح نغير بالامبليتيود الى حيث نرجع نقلل بحيث ما يصير عندي قطع، اتوقف بهاي المكان. هاي اشاره الداخله، هاي الاشاره الخارجه. زين، بس طبيعي السكيل مختلف، ولا هي عبين نفس الحجم لكن كل وحده مضروبه في سكيل. زين، نجي حاليا عندنا مجموعه متطلبات، المتطلبات حسب ما موجود في الشيت عندنا. لازم هنا نشوف ايش عندنا متطلبات. عندي لازم نقيس الـ VA ونقيس الـ VN ونقيس الـ VOUT، وبقية الأمور نحسبها رياضيا. فأنا عندي وين الـ VA؟ نرجع على الخريطة مالنا. أنا عندي هاي الـ VA وعندي هاي الـ VN وهاي الـ VOUT. هاي الـ VA وهاي الـ VN وهذه الـ VOUT. فإذا حاليا أنا ثبتت الإشارة إنه ما بها قطع، عادي أحتاج هسه حاليا بروب واحد للقياس. فراح أستخدم هو البروب الأول. البروب الأول راح أفصل البروب الثاني، راح أسويه أوف. زين، بعد ما احتاجه. زين، هذا البروب الثاني راح افصله بعد ما احتاجه، راح اضغط الدائره واستخدم البروب رقم واحد اللي راح يكون عندي مره قيسه عند الفي اي وعند الفي ان. فهذه هي القيمه الاولى، هاي عند اللي يسموها الفي اي. شلون نقيسها؟ نجي على ميجر اد شو اول شانل 1 شانل 2. احنا ما عندنا غير شانل وحده، طلعت عندي 440 ملي فولت، هاي ال VA. بعدين راح نحول الى ال VN. هنا ايش راح نحتاج؟ نحتاج نبدل هذا الى واير تقليدي، هذا الشورت الى واير تقليدي حتى نقدر اربط فوقه الاوسيلوسكوب. فانا عندي الاوسيلوسكوب، وين الاوسيلوسكوب؟ هذا واير اوسيلوسكوب، راح احوله الى
ما بعد المقاومة زين إلى ما يسمى منطقة الـ VN راح يسوي هنا منيو أوف وأرجع أقيس أقول له أد شانل 1 شانل 2 يطلع عندي 120 ملي فولت زين هاي القيمة الثانية يبقى عندي آخر شيء الـ VOUT راح أشمطه من هنا أسحبه وأربطه على الـ VOUT وراح نشوف إنه عندي يسوي منيو أوف ونشوف قيمة الإشارة أد شو أول شانل 1 شانل 2 راح تكون عندي 10.4 فولت. فإذا هاي الثلاث قيم اللي أحتاجها بحالة العملي وما بعدها نرجع إلى الشيت ونلاحظ إنه بقية القيم تستخرج عن طريق القوانين. أنا فقط أحتاج هاي القيم اللي عندي حاليا. أنا أحتاج الـ V out والـ V A والـ V in. بقية الأمور تحسب رياضيا. هذه إمكانيات الأوسيلوسكوب. زين فهذا هو المطلوب من عدة بالتجربة انه نقيس هاي القيم زين وراح نشوف انه اذا غيرنا مكان الكيو بوينت عن طريق تغيير هاي المقاومة الـ VR2 راح تقل عندي القيم لتكون عندي افضل طريقة واحسن حل عندما يكون الكيو بوينت بالوسط. هذا كان الجزء الاخير من تجربة الكومن بيس كومن كوليكتر. بالتجارب القادمة انتم هاي اشتغلتم كثير منها. بالتجارب القادمة راح نتوقف عن تصوير الفيديوهات وإنما راح نستخدم برنامج المولتسم. راح ندز لكم التنصيب ماله وندز لكم السوفتوير هذا وراح نربط باستخدام سوفتوير نسوي لنا مثل السيميليشن كأنما هذا البول بس نحوله إلى شاشة يعني برنامج يعني سوفتوير على الحاسب مسموعتكم حاسباتكم وراح أشرح عليه فيديوهات بهذا الخصوص. بس هاي التجربة كونتم بديتوا بيها فكملناها بهذه الطريقة. من الأسابيع القادمة إن شاء الله راح ندي بالملتزم ونعطيكم آلية العمل بها. أشكر استماعكم وإذا عندكم أي سؤال ممكن تواصل على جوجل كلاس. شكرا لكم.